أهلا وسهلا بكم سادتي المشاهدين في فقرة بريد البرنامج الذي نستقبل فيه الشكاوى والاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني ظاهر أمامكم أسفل الشاشة. العميد الركن المتقاعد سعد محمود، عليك استحصال موافقة السيد رئيس الوزراء على الاستثناء من الضوابط. الملازم أسامة مخيف، بينت أمانة السر العام إيقاف التعيينات في الوزارات كافة لحين إقرار قانون الموازنة العامة. زوجة الشهيد المقدم الركن باسم صاحب، بينت أمانة السر العام لا يمكن النظر بطلبك لعدم وجود سند قانوني. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. مشاهدين الكرام، نعود إليكم لتكملة بريد البرنامج. المواطنة جنان عبد الرضا، بينت أمانة السر العام بأن زوجك ليس لديه قيد في نظام الموارد البشرية في الجيش العراقي الحالي. نائب عريف أحمد ياسين جميل، بينت دائرة الأفراد سيتم النظر بموضوعك لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام.